كاد أن يسقط لينين في أخطر عملية ضد منظر الثورة البلشفية، فكان أخطر جواسيس عصره وأكثر مراوغة، لدرجة أنه سجل براءات اختراع وهمية باسمه، وباع واشترى السلاح طمعا في المال والسلطة، فخدم بريطانيا أكثر من البريطانيين الأصليين، وبات ورقة اللعب الأقوى في أيديهم. فمن هو سيدني رايلي؟ اسمه الأصلي سيغموند روزنبلوم، فيما يدور غموض حول ميلاده ومكانه، لكن الأرجح أنه ولد بأوكرانيا عام 1874. كذلك عاش طفولة غامضة، حيث إن هوية والده الحقيقية مجهولة، فالطفل سيغموند عرف أيضا باسم شلومو أو زلمان أو سالومون روزنبلوم. درس الكيمياء في فيينا ثم انتقل للبرازيل، حيث تقرب من ضباط الجيش البريطاني، فرشح للمخابرات البريطانية في لندن، حيث أصبح اسمه اعتبارا من عام 1899 سيدني جورج رايلي. تقمص شخصيات مختلفة، فتارة هو تاجر أسلحة، وتارة كيميائي يقدم أدوية ببراءات اختراع وهمية، مستفيدا من طلاقته في اللغات الروسية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والبولندية. في أواخر القرن التاسع عشر وظفته المخابرات البريطانية لمراقبة الأناركيين الروس في لندن، ثم أرسل إلى ألمانيا لسرقة أسرار الأسلحة، حيث أصبح مواطنا بريطانيا وكان يجني الأموال كوسيط أسلحة دولي. يزعم أنه قدم تقارير على مر السنين عن التطورات النفطية الروسية وأعمال السكك الحديدية عبر سيبيريا والمساعدات الهولندية لجنوب إفريقيا، حتى إنه تنكر في هيئة كاهن لمنع تاجر النفط الفارسي ويليام دارسي من بيع امتيازات النفط لفرنسا، ما خدم إمدادات الطاقة البريطانية. في أعقاب الثورة الروسية عام 1917 استخدمه البريطانيون مجدداً في عملية انقلاب ضد النظام البلشفي الجديد، وهي الخطة التي رجح أنها تهدف لاغتيال تروتسكي ولينين، لكن عملاء البلاشفة السريين أحبطوا المخطط، فهرب رايلي إلى لندن مع حكم سوفيتي بإعدامه. رغم المحاولة الفاشلة أرسله بعدها البريطانيون إلى موانئ البحر الأسود تحت ستار ممثل تجاري لجمع معلومات حول القيام بأنشطة مناهضة للبلشفية، لكنه فشل في مهمته الأخيرة، وبحلول منتصف عام 1920 لم يعد رايلي عضواً في الخدمة السرية. في كمين لجهاز الأمن السوفيتي استدرج رايلي من قبل مجموعة الثقة التي تدعي مناهضة الثورة إلى موسكو بحجة استخدامه للمشاركة في انتفاضة أخرى، وهناك قبض عليه عملاء شيوعيون وسجنوه واستجوبوه وأعدموه في 25 من نوفمبر عام 1925. انتهت حياة رايلي على يد الروس، لكن شخصيته تم تمجيدها في المسلسل التلفزيوني البريطاني عام 1983 رايلي إيس أوف سبايس، كما كتب آخرون الكثير عن سيرته.